سمعنا قبل فترة، ما ندري هي إشاعة هي مقترح، أن في بعض المخالفات أو عفوا بعض العقوبات تكون مثلا ممكن أن هذا الشخص يعمل عمل اجتماعي خارج، نعم، يعني ما يدخل الإصلاحية أو ما تتم عليه، عرفت؟ فإن مجرد أن مثلا يصبغون رصيف على سبيل المثال، يعدلون سور معين، نعم، إلى آخر من هذه الأمور، نعم، ما حطيتوا في بالكم أنه ممكن من خلال هذه المخالفات أيضا أن يكون هناك في خدمة مجتمعية؟ والله شوف، إحنا كالتغيير اللي صار الآن يعني مع الوزارة القانون المرور الجديد، يعني ترى من أكثر من 30 سنة ما تغير القانون، صحيح. فخطوة أولى اللي هو قلنا فيها تركيز على تغليظ العقوبات، يعني حتى يمكن في مقترح اللي هو مثلا حجز، يعني أنت المرات الحجز عندنا، حجز المركبات ينترس الحجز عندنا، راح يصير الان في مشروع او شغالين عليه اللي هو الحجز المنزلي، اللي يتم حجز المركبه في بيتك. هذا اعتقد يستخدمونها في الامارات الشقيقه، في اكثر من دوله يستخدمونها. جميل. فهذا راح يكون، بس راح يكون يحتاج له، يعني انت تدري في اذا مشروع اول مره ينفذ عندك بالدوله يحتاج لترتيب، التاكد من عمليه شلون تصير اليه عمليه اللي هو لما يكون في المنزل شلون يكون، عن طريق كابح، عن طريق، فلها اليه معينه، بس هذا راح يكون في ان شاء الله في القانون المرور الجديد، راح يكون ان شاء الله. ان شاء الله، يعني وايد في اشياء بالية على القانون وقوانين المرور، يعني انا حبيت الفكره هذه، يعني الصراحه انت تكون متعاقب بس تدري المركبه موجوده بامان، مظلله مظلله عند بيتك بدل لا تكون بالحجز. بالضبط.